السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معاكم 10 رياضيات أحمد أمين الفيومي. النهارده هنتكلم عن الوحدة الأولى وهنقسمها على جزئين، الجزء الأول هيكون عن القصور والجزء الثاني هيكون عن الأعداد العشرية، خليكم معانا. دلوقتي إحنا كنا خدنا يعني إيه كسر، وعرفنا إن الكسر جزء من كل، حتة من حاجة سليمة، جزء من عدة أجزاء متساوية. وخدنا القصور المتساوية، وعرفنا إن الكسر هو نفسه يتكتب بأكتر من صورة، من أكتر من شكل. 2 على 3 كام على 6؟ عرفنا إن 2 على 3 البسط والمقام أصحاب، عرفنا إن معنى الكسر جزء من كل، جزء من كل، عدة أجزاء متساوية. هاخد جزء، نعمل شرط الكسر، نكتب فوق الجزء، نكتب تحت الكل. نعمل شرط الكسر، نكتب فوق الجزء، نكتب تحت الكل. الجزء ده اسمه البسط والكل اسمه المقام. ف2 على 3 البسط والمقام اخوات، اللي نعمله فوق نعمله تحت. التلاتة عشان تبقى 6 اتضربت في كام؟ اتضربت في 2. التلاتة عشان تبقى 6 يا 3 ضربناك في كام عشان تبقى 6؟ اتضربت في 2. والتلاتة عشان تتضرب في 2 يبقى البسط لازم هو كمان يتضرب في 2. زي ما ضربنا تحت هنضرب فوق. 2 في 2 ب4. طيب التلاتة بقت 15، ايه اللي حصل لها؟ يا تلاتة تتضرب في كام عشان تبقي 15؟ تتضرب في 5، واللي نضربه تحت نضربه فوق. 2 في 2 في 5 تمام ب10. طيب اكتب على الصورة الكسرية، اكتب على الصورة الكسرية، مديني عدد صحيح وكسر. عدد صحيح وكسر خدنا ازاي نكتبه؟ بعدة طرق. قلنا 3 و2 على 5 يعني 3 زائد 2 على 5، 3 زائد 2 على 5. طيب التلاتة ده عدد صحيح، احنا اتفقنا مع بعض ان العدد الصحيح ده حرامي، عايز يخش يسرق الشقة دي، يسرقها ازاي؟ يعمل ايه؟ اكيد مش هيخش من الباب، ده اكيد هينزل من على السطوح، هيلاقي الناس صاحية مش هيسلم عليهم وياخد الفلوس اللي معاهم، اكيد اكيد هيعمل فيهم ايه؟ هيضربهم، وبعد ما يضربهم يطلع يجمع الفلوس اللي معاهم، يبقى نازل ضارب طالع جابه، يبقى الحرامي عشان يسرق الفلوس بيعمل ايه؟ ينزل يضرب يطلع يجمع، والمقام زي ما هو، نازل ضارب طالع جامع، والمقام زي ما هو، نازل ضارب طالع جامع، والمقام زي ما هو، ينزل يضرب. الناس اللي ضربهم مش هياخدهم معاه اكيد في الشوال، هيسيبهم في مكانهم بعد ما يضربهم، مش هيسلم عليهم هاتوا الفلوس اللي معاكم، لا اكيد هينزل يضربهم، يطلع يجمع الفلوس اللي معاهم ويسيبهم في مكانهم زي ما هم. يبقى بيعمل ايه؟ ينزل يضرب يطلع يجمع، والمقام زي ما هو، ثبت تحت وانزل اضرب واطلع اجمع. 3 في 5 15 زائد 2 17. 3 في 5 15. طب انتوا خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ عملت فيه زائد، فيه زائد، عملنا فيزا، مش الفيزا اللي بنقبض بيها، لا فيزا، في زائد، في زائد. يبقى لما يقول لي ارفع الكسر اقول له هعمل ايه؟ هعمل فيزا. ارفع الكسر هعمل ايه؟ هعمل فيزا. نازل ضارب طالع جامع، والمقام زي ما هو، نازل ضارب طالع جامع، والمقام زي ما هو، نثبت المقام وننزل نضرب نطلع نجمع. طبعا دي الطريقه السريعه السهله اللي احنا على طول اول ما اشوف عدد صحيح وكسر برفع الكسر ازاي؟ انزل اضرب واطلع اجمع، والمقام زي ما هو. لكن هنا انا كنت ممكن اقول نفرش سجادتين وما بينهم زائد، نفرش سجادتين وما بينهم زائد، والمقام 5، اعمل 5 و5. التلاتة يا تلاتة انت كام على 5؟ 3 في 5 بكام؟ 15. 15 على 5 بكام؟ ب3. و2 على 5 كده المقام زي المقام، ثبت المقام واجمع البسط، 17 على 5، 17 على 5. يبقى قدام مننا الطريقة السريعة اللي احنا نعمل فيزا، ننزل نضرب نطلع نجمع، والمقام زي ما هو، او نفرش سجادتين وما بينهم زائد. يبقى قدام مننا نحل بطريقتين. طيب دلوقتي بيقول لي في ابسط صورة 12 على 18 في ابسط صورة. طيب ايه علاقة السؤال ده بالسؤال ده؟ 2 على 3 بسط ومقام، التلاتة بقت 6، اتضربت في كام؟ في 2، واللي يتضرب تحت لازم
يتضرب فوق. طيب هنا 12 على 18 في أبسط صورة، كنا هنا وهنرجع هنا ازاي؟ هنبسط في ابسط صوره ازاي. خدنا في الترم الاول قابليه القسمه وعرفنا ازاي نقسم على الاثنين. امتى نقسم على الاثنين؟ لما يكون العدد زوجي من مضاعفات العدد 2. جدول ضرب 2 نبدا بالصفر وازود كل مره 2 اعداد زوجيه. الاعداد الزوجيه بتقبل القسمه على الاثنين. جدول ضرب 2 تبدا بالصفر وازود كل مره 2 اعداد زوجيه. بصيت فوق لقيت 12 تقبل القسمة على الاثنين، بصيت تحت لقيت 18 تقبل القسمة على الاثنين اعداد زوجية، واللي يتقسم فوق لازم يتقسم تحت على الاثنين. على الاثنين 18 على الاثنين يا 12 كم في 2 يديني 12؟ 2 في 6. يا 18 كم في 2 يديني 18؟ 2 في 9. برافو عليك شاطر، تمام كده. 2 في 9 18، 2 في 6 ب 12. ما هو القسمه والضرب عكس بعض، 2 في 6 ب 12، 12 على 2 6. طيب خدنا برضو قابليه القسمه على 3. امتى العدد يقبل القسمه على 3؟ لما يكون امتى العدد يقبل القسمه على 3؟ لما يكون مجموع ارقامه يقبل القسمه على 3. امتى العدد يقبل القسمه على 3؟ لما يكون مجموع ارقامه يقبل القسمه على 3. من مضاعفات العدد 3، جدول ضرب 3، مضاعفات العدد 3 0 3 6 12 2 زائد 1 3 تقبل القسمة على 3. 18 8 زائد 1 9 تقبل القسمة على 3. يبقى 6 2 في 3 تقبل القسمة على 3. 9 3 في 3. يبقى احنا كل اللي احنا بنقوله ده محتاج منك انك تكون حافظ جدول الضرب. هي دي اهم نقطة عندي النهاردة، ان انت تكون حافظ جدول الضرب. على الاثنين، على الاثنين تحت يقبل على الاثنين؟ لا ما يقبلش على الاثنين. 6 تقبل على الاثنين بس التسعة لا. 6 عدد زوجي، التسعة مش عدد زوجي، يبقى ما اقدرش اقسم على الاثنين. طب الستة 2 في 3 والتسعة 3 في 3، يبقى هقسم فوق على الثلاثة واللي يتقسم فوق لازم يتقسم تحت. 6 على 3 2، 9 على 3 3، 2 على 3. لاحظتوا حاجة؟ 2 على 3، 2 على 3، 2 على 3 اه. اللي يتضرب فوق لازم يتضرب تحت. يا 2 تتضرب في كام عشان تبقى 12 في 6؟ يا 3 تتضرب في كام عشان تبقى 18 في 6؟ 2 في 6 3 في 6. يبقى يجيب لي السؤال يقول لي اكتب في ابسط صوره او اوجد اكمل الناقص، ان هو عايزني صوره متساويه او بسط في ابسط صوره. نفس الفكره بس عكسنا السؤال. هنا 13 على 5 بيقول لي في صورة عدد صحيح وكسر. في صورة عدد صحيح وكسر ايه علاقة السؤال ده بالسؤال ده؟ احنا هنا قلنا عدد صحيح وكسر نازل ضارب طالع جامع والمقام زي ما هو. طب هنا هو عايزني ارجع من صورة كسرية لصورة عدد صحيح وكسر، اعمل ايه؟ شفتوا اللي انا عملته هنا؟ همشي بالعكس، هفرس سجادتين وما بينهم زائد، هفرس سجادتين وما بينهم زائد، واقول لل 13 يا 13 لو شلت منك واحد هتبقي كام؟ 12. تقبلي القسمة على الخمسة؟ لا. امتى العدد يقبل القسمة على الخمسة؟ لما يكون رقم احاده صفر او خمسة. امتى العدد يقبل القسمة على الخمسة؟ احاده صفر او خمسة. يا 13 لو خدت منك 2 تبقي كام؟ تبقى 11. تقبلي القسمة على الخمسة؟ برضه لا. يا 13 لو خدت منك 3 هتبقي كام؟ هتبقى 10. تقبل القسمة على 5. طب ال 10 على 5 بكام؟ ب 2. 2 زائد 3 على 5 يساوي 2 زائد 3 على 5 يساوي 2 و 3 على 5. كده انا خليتها عدد صحيح وكسر. عايز اتاكد ان انا حليت صح، اعمل ايه؟ اعمل فيزا، اعمل فيزا، انزل اضرب اطلع اجمع والمقام زي ما هو، تمام؟ طيب نتنقل للجزئية كمان. ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. 3 على 5 4 على 5 3 أخماس 4 أخماس. مين الكبير؟ قدام مني طبق فيه 5 تفاحات، كلت منهم 3 أو واحد تاني كان 4، مين كان أكتر؟
عملت امتحان من 5 أسئلة، واحد جاب 4 من 5 والتاني جاب 3 من 5، مين جاب أكتر؟ المقام زي المقام، المقام زي المقام، نقول فوق الدنيا معدولة، الكبير هو الكبير، الأربعة أكبر من 3، فوق الدنيا معدولة، فوق الدنيا معدولة. طيب الواحد الصحيح 3 على 8، اتفقنا من شوية إن الواحد الصحيح بيكتب بأكتر من صورة اسمها القصور المتساوية، أشطب على الواحد وأكتبه عايز المقام زي المقام 8 على 8، يبقى الواحد الصحيح 8 على 8 وهنا 3 على 8، اللي قفل الامتحان وجاب 8 من 8 ولا اللي جاب 3 من 8؟ أكيد 8 من 8، المقام زي المقام، فوق الدنيا معدولة، فوق الدنيا معدولة، ركزي يا عسولة، فوق الدنيا مالها؟ معدولة. طيب هنا البسط زي البسط، واحد دخل امتحان فيه 9 أسئلة جاب 7 من 9، فاضل له 2 ويقفل، طب واحد جاب 7 من 20 مالناش دعوة بيه ده خالص، 7 من 20 ده مالناش دعوة بيه، البسط زي البسط، تحت الدنيا مقلوبة، تحت الدنيا مقلوبة، الصغير كبير والكبير صغير، تحت الدنيا مقلوبة، تحت الدنيا مالها؟ مقلوبة. طب 5 على 6، 6 على 5، البسط زي البسط؟ لا. المقام زي المقام؟ لا. هعمل ايه؟ هعمل لا. هعمل ايه؟ هعمل لا. هعمل مقص. المقام يضرب البسط ويقعد مكان. المقام يضرب البسط ويقعد مكان. 5 في 5 25، 6 في 6 36، مين الكبير؟ 36. طيب هنا 2، هنا 2، عدد صحيح معايا تفاحتين، اخويا معاه تفاحتين زي بعض، مفيش مشكله في العدد الصحيح خالص، هنا نص، هنا 3/4، هسال نفسي البسط زي البسط؟ لو البسط زي البسط تحت الدنيا مقلوبه، لو المقام زي المقام فوق الدنيا معدوله، هنا البسط زي البسط؟ لا. مقام زي المقام؟ لا. هعمل ايه؟ لا. 4 في 1، 2 في 3، مين الكبير؟ 6. طيب 3 2، انا اول حاجه ببص عليها العدد الصحيح، ماليش دعوه بالكسر، هنا 3 وهنا 2، مين الكبير؟ على طول من غير كلام اللي خد 3 هو الكبير. طيب هنا 1، هنا مفيش، لا لا استنى اقف، هنا عدد صحيح وكسر، هنا الصوره الكسريه، لازما قبل اي حاجه ارفع الكسر، ارفع الكسر يعني ايه؟ ارفع الكسر يعني اعمل فيزا، اعمل ايه؟ فيزا، نازل ضارب طالع جامع، والمقام زي ما هو، نازل ضارب طالع جامع، والمقام ثبت تحت وانزل اضرب واطلع اجمع، 1 في 7 ب7 زائد 2 9، ايه ده؟ 9 على 7 و9 على 7 يساوي. طيب هنا 2 وهنا 2 زي بعض، ابص على الكسر، البسط زي البسط؟ لا. المقام زي المقام؟ لا. اعمل ايه؟ اعمل لا. طب ايه اللي يخليني اعمل لا؟ في حاجه ممكن الاحظها، مش دي 5 على 10؟ طب ما انا ممكن ابسطها، ال5 وال10 يبقى له القسم على كام؟ ال1 5، ال1 0 يبقى له القسم على 5، هقسم فوق، لازم اقسم تحت، 5 على 5 فيها، 10 على 5 فيها، هنا 7 على 14، ال 14 دي 2 في 7، هقسم فوق على 7 واقسم تحت على 7، 7 على 7 فيها الواحد، 14 على 7 فيها تمام الاثنين، ايه ده؟ نص؟ يعني 5 على 10 هي النص، 7 على 14 هي النص، هنا 2 هنا 2 يبقى يساوي، وكنت ممكن اقول 10 في 7 ب 70، 14 في 5 ب70 هتطلع يساوي، يبقى في الحالتين بالطريقتين هتطلع يساوي. نتنقل لجزئية جديدة، اوجد ناتج ما يأتي، 5 على 8 زائد 3 على 4، اتفقنا ان اهم حاجة عندي يكون المقام زي المقام عشان اعرف اجمع، افرش سجادتين وما بينهم زائد، افرش سجادتين وما بينهم زائد، ونسأل يا 4 انت وال8 اصحاب ولا اعداء؟ يا 4 انت وال8 اصحاب ولا اعداء؟ يعني ايه؟ يعني 4 ينفع تبقي 8؟ لو ضربت في كام؟ في 2، واللي يتضرب تحت يتضرب فوق، 5 على 8 تنزل
2 في 3 في 6، 2 في 4 في 8. المقام زي المقام ثبت المقام، و5 زائد 6 11، 11 على 8، 11 على 8. التلاتة والأربعة أصحاب؟ لا، أعداء. والأعداء بيعملوا إيه؟ بيضربوا بعض. نعمل لا. ونفايت سجادتين وما بينهم ناقص، نفايت سجادتين وما بينهم ناقص. 3 في 4 ب 12، 4 في 2 ب 8، 3 في 1 ب 3. وخلي بالك المقام يضرب البسط يقعد مكانه، المقام يضرب البسط يقعد مكانه عشان معكس. طيب ثبت المقام واطرح البسط. 8 ناقص 3 5، 5 على 12. جينا جزئيه جديده قدام مني كذا طريقه للحل، بس انا بحب امشي رسمي. يعني اعمل فيزا، اعمل فيزا، ارفع الكاس في زائد 2 في 2 ب 4 زائد 1، والمقام زي ما هو 1 في 3 زائد 1، والمقام زي ما هو 1 في 3 ب 3 زائد 1 4. طيب المقام زي المقام؟ لا. اعمل ايه؟ اعمل لا. نفرد سجادتين وما بينهم زائد، نفرد سجادتين وما بينهم زائد. 2 في 3 ب 6 ب 6، 3 في 5 15، 2 في 4 ب 8. ثبت تحت واجمع فوق. 15 زائد 8 بعد ال 15 هلاقي 23. تتبسط؟ لا، هي كده في ابسط صور. نفس اللي عملناها نعمله هنا، نعمل فيزا في زائد، نرفع الكاس، 3 في 5 15 و 1 16 على 5 ناقص 1 في 2 ب 2 و 1 3 على 2. تمام؟ المقام زي المقام؟ لا. نعمل ايه؟ نعمل لا. اللي تحت في اللي تحت واحط الناتج تحت، اللي تحت في اللي تحت واحط الناتج تحت، اللي تحت في اللي فوق حط الناتج فوق. 2 في 16، 2 في 6 ب 12، 2 ومعانا الواحد، 2 في 1 ب 2، و 1 3 ناقص 5 في 3 15. ثبت تحت واطرح فوق، ثبت تحت واطرح فوق. 2 ناقص 5 ما ينفعش يستلف، تبقى دي 2 ودي 12، 12 ناقص 5 7، 2 ناقص 1 1، 17 على 10. طيب بيقول لي رتب تصاعدي، يعني ايه تصاعدي؟ من الصغير للكبير، تصاعديا فيها صاد، صغير فيها صاد، تصاعديا صاد وصاد من الصغير للكبير، تصاعديا صاد وصاد من الصغير للكبير، نبدأ بالصغير. طيب 3 على 8 1، 5 على 8 7 على 8 1 على 8. مين الصغير؟ مين أصغر حد؟ أول حاجة لازم أعملها هخلي كل المقامات زي بعض، كل المقامات زي بعض؟ بس لسه الواحد بنشطب عليه وبنكتبه 8 على 8. طيب مين الصغير فيهم؟ المقامات زي بعض ولا البسط زي بعض؟ فين؟ المقام زي المقام زي المقام زي المقام، فوق الدنيا معدولة، فوق الدنيا معدولة. ركزي يا عسولة. 1 على 8 3 على 8 تمام، بعد كده 5 على 8، بعد كده 7 على 8، بعد كده 8 على 8 واحد صحيح. طيب هنا أول حاجة لازم أعملها الواحد أخليه 2 2 2 2، هنا البسط كله زي بعض، يبقى الواحد لما اشطب عليه مش هخليه زي المقام، لا هخليه زي البسط، يبقى 2 على 2. بسط زي البسط زي البسط، تحت الدنيا مقلوبة، تحت الدنيا مقلوبة. طبعا مش هكمل الأغنية، انتوا حافظينها أكيد. تحت الدنيا مقلوبة 2 على 9، 2 على 7، 2 على 5، 2 على 4، 2 على 2. طبعا هنا كل الناس بتغلط لاني ببدا بقول الصغير اصغر حد مين؟ 2 على 9،
2 على 9 ده اصغر حد. 2 على 9 ليه؟ عشان تحت الدنيا مقلوبه. 3 على 5، 2 على 3، 7 على 15. البسط زي البسط زي البسط؟ لا. المقام زي المقام زي المقام؟ لا. طب اعمل ايه؟ مش هعمل لا، لاني مش بقارن مين الكبير ومين الصغير. انا هنا عندي ترتيب، عندي 3 حاجات عايز اعرف اعمل ايه. اول خطوه توحيد المقامات، اول خطوه توحيد المقامات. يا 5 انت والثلاثه اصحاب ولا اعداء؟ يعني يا 5 ينفع تبقي 3 تضرب في كام؟ ما يحصلش. يا 3 ينفع تبقي 5؟ ما ينفعش. طب يا 5 ينفع تبقي 15؟ اصحاب. يا 5 تبقي 15 تضرب في كام؟ واللي يتضرب تحت لازم يتضرب فوق. يبقى انا عندي هنا 9 على 15. 2 على 3، يا 3 ينفع تبقى 15؟ تتضرب في كام؟ في 5. طب اضرب فوق في كام؟ في 5. واللي يتضرب تحت يتضرب فوق، 2 في 5 10، 3 في 5 15. كده انا وحدت المقامات، بقى المقام زي المقام زي المقام. عايز ارتب، يبقى الترتيب مين الصغير؟ المقام زي المقام زي المقام، فوق الدنيا معدولة. الصغير 7 على 15، بعد منه 9 على 15، بعد منه 10 على 15. طيب هو احنا كان عندنا في المسألة 9 على 15؟ كان عندنا في المسألة 10 على 15؟ فهرجع المسألة لأصلها. يبقى أنا كده رتبت. الخطوة اللي بعديها نرجع المسألة لأصلها. ترجع لأصلها إزاي؟ نعيد الترتيب تاني. نقول 7 على 15 كان أصلها إيه؟ زي ما هي 7 على 15. طيب 2 9 على 15 كان أصلها 2 على 3 ولا 3 على 5؟ 3 على 5 بقت 9 على 15، يبقى هكتب هنا 3 على 5. ال 10 على 15 كان أصلها هي الأخيرة، خلاص هي 2 على 3. وبكده نبقى خلصنا الجزء الأول الخاص بالكسور، وهنتنقل إن شاء الله في الفيديو الثاني للأعداد العشرية إن شاء الله. خليكم معنا.